كل التحية لكل أهلوية في بداية حلقة جديدة من السادسة. أهلا وسهلا بحضراتكم. عنوان الحلقة النهاردة: لوغاريتم الأهلي والهلال، مباراة كانت خارج التوقعات. لو اتكلمنا كورة أو اتكلمنا على المستوى الفني، طبعا أنا عارف أن جماهير نادي الأهلي زعلانة، وخصوصا بعد المستوى الرائع والأداء القوي والشخصية اللي وضحت بشكل كبير جدا، والتطور اللي وصل ليه الفريق وبصمة كولر اللي ظهرت في أربع مواجهات من العيار الثقيل في ماتشات كأس العالم. كنا متوقعين أن المباراة صعبة، وكنا قارين سيناريوهات كتيرة جدا، وخصوصا طبعا اللي متابعين السادسة عارفين أن احنا كنا بنتابع فرقة الهلال على مدار الفترة الأخيرة قبل مواجهة طبعا وقبل حتى بداية كأس العالم، وقلنا أنه الهلال السنة دي غير. لكن السؤال يبقى السؤال الحقيقة: هل إحنا اللي سمحنا للهلال يظهر بالشكل ده؟ هل تراجع المستوى الغير مبرر الأهلي الحقيقة يمكن ما ظهرش أو ما راحش السودان؟ يعني حقيقة أنه شبح الأهلي هو اللي كان موجود في المباراة. أسباب كتيرة ممكن تكون منطقية ممكن تقبلها بشكل موضوعي، أسباب كتيرة جدا ممكن كتير من الجماهير ترفضها، وفي النهاية سيناريو وارد. وخليني اقول كمان مش بس سيناريو وارد، خليني اقول لك انه سيناريو متكرر. انت بتتكلم على فريق في اخر ست نسخ من دوري ابطال افريقيا واصل لخمسه نهائي. لو بصيت لمشوار الاهلي في معظم النسخ دي هتلاقيه دايما يبدا متعثرا في مرحله المجموعات، مش عارف ليه. يمكن بيبقى فيه اريحيه في فكره انه في فرص ثانيه للتعويض، يمكن يبقى فيه اريحيه لفكره انه الاهلي هيلعب على التاهل او ضامن التاهل، ولو ان ما فيش حاجه مضمونه في كره القدم. لكن السيناريو اللي حصل امبارح والماتشات دي، ماتشات اللي هي من نوعيه ماتشات الهلال دي الاهلي بيظهر فيها بشكل مختلف، شفناها كتير، ممكن اديك عليها امثله كتير في نسخ توج الاهلي فيها باللقب. يعني مش بس وصل المباراه النهائيه، يعني مثلا افتكر معاكم ماتش سيمبا التنزاني، واحد من الماتشات اللي الاهلي ما ظهرش فيها وتلقى الهزيمه من فريق ما كناش نعرفه ولا نسمع عنه. يعني اقول الهلال اهو ماشي، الهلال نعرف فريق اسمه الهلال السوداني، اه صحيح مش فريق بطل وفريق ما بيوصلش للادوار وغالبا بيطلع من دور المجموعات، لكن اديك شفت الهلال وجربت الهلال، فريق مفس عليك من ايه 15 16 سنه، لكن برضه تعرف الهلال السوداني. لكن لما يطلع لك فريق زي سيمبا التنزاني، فريق مجهول الهويه، مفيش كوره في تنزانيا، مفيش بطل من تنزانيا، ويلعب عليك جيم كبير جدا ويكسبك 1-0. مباراه النجم الساحلي في تونس، واحده من طبعا ايام فايلر النجمه التاسعه اللي انت توجت بيها باغلى القابك القاريه على حساب نادي الزمالك، واحد من الماتشات برده اللي كانت على الرغم من الماتش ده على فكره لعبنا ماتش كويس، وخصوصا بعد طرد ايمن اشرف. فدايما في مرحله المجموعات ماتشات كده للنسيان. الأهم من ده واللي أنا حاطط عيني عليه النهارده وعايز أتكلم مع حضراتكم فيه هو الماتش اللي جاي، لأنه نتيجة ماتش الهلال صعبت جدا من ماتش سان داونز يوم السبت اللي جاي. عندنا ماتش أسوان هنتكلم عليه طبعا، مباراة مهمة جدا، وخصوصا إنها المباراة الأخيرة قبل ماتش سان داونز. فيعني معنويا على الأقل جماهير نادي الأهلي نفسها تطمن على فرقتها، لأن فرقتها اللي ظهرت في السودان مختلفة تماما عن اللي كانت موجودة في المغرب. يعني شتان 180 درجة، فريق عنده شخصية، بيواجه فرق كلها أبطال، بيواجه مستويات مختلفة تماما عن الكرة الأفريقية. أقل واحد فيهم الحقيقة أوكلاند سيتي سياتل ساوندرز، صنفهم زي ما تصنفهم أفضل بكتير جدا من معظم الفرق الأفريقية على كل المستويات، إمكانيات، قيمة تسويقية، خبرات، بطولات، يعني كل حاجة. وبالتالي أنت ظهرت في أربع مباريات متتالية بشكل أكتر من رائع. سيبك من النتائج، النتائج دي لها قصص تانية وحسابات تانية، فيها توفيق وعدم توفيق، فيها تركيز وعدم تركيز، فيها انه لو كان في اسم او اتنين في سكواد الموسم ده كانوا فرقوا معانا جدا في بطولة زي كاس العالم. لكن في النهاية انا بتكلم على التيم ككل، لا ظهرنا بشكل اكتر من رائع. الدروب ده مهم جدا يبقى استثناء ما يبقاش قاعدة، وخصوصا هفكركم برضو بالكلام اللي قلته قبل بداية مشوارنا في دوري الابطال، فكرة الاستنزاف. عارفين كده حتى في العلوم العسكريه في حروب بتبقى نوعيتها اسمها حروب الاستنزاف، اللي هي ما فيهاش مواجهات مباشره لكن كل طرف بيحاول يستنزف قدرات الطرف اللي قدامه ويرهقه لغايه لما يعني توصل للحظه الحاسمه اللي تنقض فيها وتخلص المعركه. الاهلي اللي بيحصل له شهر فبراير ده هو الاستنزاف، وده الخوف الحقيقه على الفريق، لان انت بتقابل في شهر فبراير في خلال فتره 28 يوم ست ابطال، بطل جنوب افريقيا، واحد من الفرق المحترمه جدا والمرشحه للمنافسه على اللقب فريق سان داونز،
الهلال السوداني يظل بطل السودان، يعني يظل واحد من الفرقتين التاريخيين في السودان الهلال والمريخ، فهو بالتالي برضو في شخصية البطل. وخدوا بالكم من أجواء الشحن ما قبل المباراة، ودي لينا يا وقفة تانية. وريال مدريد وفلامينجو وسياتل وأوكلاند، كل دول قابلوك بشخصية البطل، وكل دول قابلوك بطموح أنه في رغبة في الفوز على الأهلي. ودي واحدة من النقاط اللي لازم أعتقد كمان نتطور فيها، لأنه على هامش المباراة الناحية الفنية في المباراة يعني تخللها أحداث كده بتقول إنه إحنا لازم شوية نبص للنواحي النفسية والمعنوية لفريق النادي الأهلي وكيفية التعامل مع الآخر. دي نقطة مهمة جدا وحاسمة جدا وفاصلة فيما هو قادم، فيما هو آت. ليه بقول لحضرتك كده؟ أنت كفريق كبير، والأهلي بالتأكيد واحد من كبار العالم، مش بس كبار القارة، لم يكن كبير القارة وسيد قارة أفريقيا بالبطولات وبالأرقام. هدفك الأساسي وأنت بتلعب كل مباراة بصرف النظر عن اسم المنافس وطبيعة المنافس وإمكانات المنافس، أنت مش هدفك أنك أنت تتخطى المنافس ده، أنت هدفك كفريق كنادي أنك توصل للقب. القصة من وجهة نظر الآخر مختلفة تماما. فوزه عليك في حد ذاته هدف، قدرته على إثبات إمكاناته وقدرته على إثبات قدرته على التفوق على بطل أبطال أفريقيا، ده هدف في حد ذاته، وده في حد ذاته بيخلق كتير من الدوافع اللي لابد انك انت تتعامل معاها بشكل اكتر احترافيه. عندي كلام كتير على المستوى الفني، وعندي كلام كتير على الطريقه وعلى التشكيل وعلى المستوى اللي تراجع في مباراه الاهلي والهلال، بس قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه وقبل ما اتكلم على المباراتين اللي جايين، عندنا طبعا مباراه اسوان يوم الثلاث ان شاء الله، ومن بعدها نبدا الاستعداد لمباراه سان داونز يوم السبت، مباراه مهمه جدا ونتيجتها هتأثر بشكل كبير جدا على الصراع اللي توقعته انه يكون بين الاهلي والهلال وسان داونز في المجموعه دي في دوري الابطال. قبل ما نبدا الحلقه ونروح للتفاصيل، خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. طيب خلينا نتفق الاول انه القاعده في الاساس يعني هو انه الوحيد القادر على، عشان طبعا الجماهير كتير بتتكلم والناس يمكن عشان المستوى ما كانش، على الرغم ان احنا ابتدينا المباراه كويس والله، ويعني فرصه الشحات دي لو كانت خلصت كان سيناريو المباراه يروح في حته تانية خالص، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن الناس يمكن بتتكلم على حاجتين، واحد التدوير اللي بيعمله مستر مارسيل كولر وغيابات بعض الاسماء وابرزها طبعا الصفقات الجديده المفترض انها يعني نادي جابها عشان تعمل الفارق، يعني تصنع الفارق. طبيعي جدا لما بتجيب صفقه على سكواد موجود مفترض انها بتبقى اضافه للفريق. والنهارده ناس بتتكلم في اسماء كتيره جدا غايبه، ناس بتتكلم على مشاكل، وناس بتتكلم على استبعاد، وناس بتتكلم على عدم اقتناع مستر مارسيل كولر. خلينا بنتكلم بمنتهى الصراحه، وانا يمكن اكون واحد منكم، يعني انا بقعد اتفرج على الماتشات بقعد اسال هو ليه ده المكان ده وليه ده ما ابتداش المباراه وليه ده غايب عن القائمه. لكن في النهايه مفيش مدير فني عايز يخسر، مفيش مدير فني هيشوف ورقه معاه ممكن تكسبه او يعني تمثل له حل من الحلول ويستبعدها، ده شيء عكس المنطق يعني. والوحيد كمان في نفس الوقت اللي عنده القدره على انه يقيم المستوى، اصل يا جماعه المستوى ده مش حاجه ثابته، يعني المستوى ده مش حاجه ثابته، ولاعيبه كتيره جدا على فكره يعني اهم من فكره الامكانيات والمهارات في كره القدم، اهم جدا جدا جدا. خدوا بالكم الفكره دي وحاولوا تتابعوها حتى مع اللعيبه اللي انتم بتحبوها او اللعيبه اللي انتم بالنسبه لكم علامه استفهام. اهم من الامكانيات والمهارات هي فكره قدرتك على الحفاظ على ثبات مستواك. يعني في لعيب ممكن يبقى عظيم جدا جدا لكن ممكن يلعب ماتش وعشرة لا، او يلعب يمشي على سطر ويسيب سطر. القصه هنا في فريق زي النادي الاهلي او نادي زي النادي الاهلي عايز بطولات وعايز مكسب طول الوقت وبيلعب على المكسب من الدقيقه الاولى للدقيقه 90، انك انت يبقى عندك القدره انك تحافظ على ثبات مستواك وبالتالي تجبر المدير الفني على انه يشركك. يمكن عشان التشكيله، أنا بتهيألي التشكيلة دي أول مرة تظهر أو التركيبة دي وخصوصا في الخط الأمامي، يعني فكرة إنه الشحات وطاهر وعبد القادر وبيرسي تاوي وموجودين في الملعب مع بعض
دي يمكن اول مره تحصل، ما حصلتش قبل كده. ولو حد يعرف انها حصلت قبل كده يا ريت يفكرني. هنا في مباراه صعبه زي دي في توقيت زي ده بعد بطوله ومجهود كبير جدا بذل في كاس العالم، الاهلي عشان يوصل انه ينافس الريال وفلامينجو وسياتل ساوندز، انا متاكد ان اللعيبه بذلت فوق طاقتها طاقه واثنين وثلاثه. محدش ينكر ابدا، هو يا جماعه برضو احنا بنتعامل مع بشر يعني عشان نكون منطقيين، محدش ينكر ابدا حجم المجهود اللي بذل في اربع مباريات في بطوله كاس العالم. ضيف عليها كمان، وده واحد من اكتر الحاجات اللي الحقيقه اللي ممكن تكون اثرت على المستوى في المباراه دي، يعني في جزء من العقل الواحد بيدي برضو ايه، مش انا مش عايز اقول مبررات او شماعات، لان الاهلي ما يعني مدرسه الاهلي مش بتاعت الفكر دي الفكر ده، لكن في النهايه انت بتتكلم على فريق احنا النهارده 19 يوم في فبراير، سافر فيها بس مش هقول لك اتمرن ولا خد مواجهات قد ايه، سافر فيها 6 رحلات بالطيران، يعني في 18 يعني كل 3 ايام اللعيبه دي راكبه طياره، كل 3 ايام اللعيبه دي عندها رحله سفر، سفر وتمرين ومباراه واستشفاء وتمرين ومباراه وسفر وهكذا. 18 يوم في منتهى الارهاق على الشخص العادي، ما بالك على لاعب كره على مستوى النادي الاهلي بينافس في بطولات زي دوري الابطال و كاس العالم. بالتاكيد طبعا الحاجات دي اثرت بشكل كبير، ولكن يبقى في النهايه برضو انه ازاي هتصلح اوضاعك بسرعه، لانه ما فيش حاجه هتتغير. انت النهارده موجود في اسوان، من السودان على اسوان ومن اسوان على القاهره، عشان وبرضه في خلال 6 ايام عشان تلعب مباراه مهمه في الدوري، مهم جدا انك انت تاخد 3 بونت بتوع ماتش اسوان وتروح بعد كده على مباراه حياه وموت، لانه السبت اللي جاي تخلص بقى نتيجه غير فوز النادي الاهلي، والا هنحط نفسنا بدري في موقف في منتهى الصعوبه. هل من الممكن؟ طبعا ظهور قندوسي في المباراه واحده من الايجابيات، يعني الراجل واضح انه مش فكره طبعا المستوى اللي قدمه قندوسي، انا شايف ان قندوسي من السيزون اللي فات لما كان اسمه بيتردد وفي كلام على انه تمام احمد قندوسي لاعب وفاق الصيف، ابتدينا نذاكره، ابتدينا نبص عليه، ما اكتفيت ظهوره في مباراه دوري الابطال في مواجهه النادي الاهلي، لقيت انه لاعب كبير، يعني لاعب كبير، لاعب امكانياته تقدر تراهن عليه ويقدر يصنع الفرق جدا مع النادي الاهلي. المكسب بالنسبه لي مش قصه مستواه او مردود اللي قدمه، لكن المكسب بالنسبه لي انه واضح انه مستر كولر شايف في قندوسي او في قناعه بامكانيات قندوسي، لانه الراجل عشان يدخله بسرعه كده ويشركه في اول مباراه يظهر فيها في سكواد النادي الاهلي، في قائمه النادي الاهلي، يعني يبقى في اقتناع بامكانيات قندوسي بالنسبه لمستر كولر، على عكس مثلا حد زي كريستو، على الرغم انه انا شخصيا راهنت على كريستو جدا وقلت انه لعيب رغم حتى سنه الصغير، لكن مستواه مع النجم الساحلي انتقاله في نص الموسم يقول انه جاهز ممكن للسكواد بتاعت النادي الاهلي، لكن كريستو محمد الضوي كريستو موجود مع منتخب تونس طبعا في بطوله امم افريقيا، وهيكون لينا وقفه النهارده، كان مباراه الافتتاحيه، مش عارف ماتش مصر وموزمبيق خلص ولا لسه، خلص بالتعادل. مباراه الافتتاحيه للبطوله خلص التعادل، والبطوله دي هتكون يعني بصرف النظر عن تاهل او فوز منتخب مصر بيها، لانه طبيعي انك بتلعب بطوله على ارضك انك انت تفوز بيها، لكن عايز اقول لكم ان هتكون بطوله قويه جدا، ورغم ان هو منتخبات تحت 20 بس هتشوفوا فيها لعيبه على اعلى مستوى. فمحمد ضوي كريستو مع فرقه تونس، برونو سافيو، شادي حسين، مروان، خالد عبد الفتاح طبعا موجود في قائمه ماتش ان شاء الله اسوان، ومن بعده ان شاء الله يكون جاهز، برضو جاهز يعني متاح للمشاركه في مباراه سان داونز. وخالد الحقيقه من اللعيبه اللي خدت فرصه وقدمت اوراق اعتمادها، اعتقد ده يعني اعتقد انه قدمت اوراق اعتمادها لجمهور النادي الاهلي بشكل كبير جدا في الفتره اللي ظهر فيها او المباراه اللي ظهر فيها في كاس العالم. فانت عندك السوليه هيغيب، عندك برونو سافيو هيغيب، عندك طبعا كريم فؤاد، عندك اكرم توفيق، كل دول عن مباراة أسوان، ومعهم طبعا مصطفى روبير وكريستو اللي موجود مع منتخب تونس. هل تقدر تلملم أوراقك بسرعة؟ مباراة أسوان مباراة هتكون مباراة صعبة برضو، وخد بالك يعني عشان ما نقعدش نكرر الكلام ده كتير، أي مباراة بيلعبها النادي الأهلي مع أي فريق في الدنيا
مهما كان اسمه بقى في الدوري، في الكاس، في دوري ابطال، في كاس عالم، اي مباراه بيلعبها النادي الاهلي هتكون مباراه صعبه. انت فرضت ده على نفسك، تاريخك، القابك، بطولاتك، ارقامك، قيمتك الفنيه والمعنويه خلت انه اي فريق مهما كان ضعيف عنده الرغبه يا جماعه في انه يكسب النادي الاهلي. يعني بيبذل اقصى ما عنده، الجهاز الفني بيبقى بيستعد للمباراه دي كانها مباراه كاس العالم. اللعيبه باصه للمباراه دي على انها لو فازوا بيها كانهم فازوا ببطوله، لان هم محرومين، مش محرومين يعني، خلينا نبقى صراحه، الفرقه دي ما بتحققش بطولات. ولو حققت على المستوى المحلي مش هتحقق على المستوى القاري، ولو حققت على المستوى القاري مش هتحقق على المستوى العالمي. مين بيعمل ده غير الاهلي؟ فطبيعي جدا انه الفوز عليك يكون هدف لكل حد، كان كبير، كان صغير، كان فوق، كان تحت، كان غالي، كان رخيص، من ناحيه القيمه الماليه يعني، مش من ناحيه تانية. فطبيعي جدا ان كل ماتشات الاهلي هتكون صعبه. نتمنى ان شاء الله باذن الله انه يعني نعدل من اوضاعنا سريع سريع، وتبقى مباراه الاهلي والهلال مجرد كبوه، عشان مشوارنا السنه دي صعب. خد بالك كمان من النهارده وحتى اللحظه، خليني اكد لحضراتكم انه لم يتم حسم الموقف من القصه بتاعه البطوله العربيه حتى اللحظه. سوبر ليج الاهلي موجود، البطوله العربيه قصتها ايه هتبان في خلال الفتره الجايه، وخصوصا انه يعني انا كنت بقول من اول الموسم انه الموسم ده اصعب موسم عدى على تاريخ النادي الاهلي كله. انت متخيل يعني من 1907 لغايه 2023 السنه دي اصعب موسم هيواجهه النادي الاهلي. فبالتالي وده ما كانش في حساباتي بطوله عربيه، يعني كان في حساباتي وانا قلت في شهر 9 ان الاهلي هيلعب كاس عالم. كانت حساباتي مختلفه شويه، بس كنت مراهن عن وكنت بقول في الميركاتو انه الميركاتو ده مهم جدا لانه في كاس عالم وفي لقب دوري ابطال اتخطف مننا محتاجين نسترده، وفي بطوله سوبر ليج، ضيف عليهم كمان بطوله عربيه. فازاي ده يحصل يعني ما عنديش فكره. وهل طبيعي؟ انا عارف طبعا انه جماهير النادي الاهلي نفسها الاهلي يلعب في كل البطولات، ونفسها الاهلي يحقق كل الالقاب، وخصوصا انه العوائد الماديه للبطولات المستجده، خلينا نسميها البطولات المستجده او البطولات الجديده، بطولة سوبر ليج ما كانتش موجودة، بطولة عربية بالشكل ده ما كانتش موجودة. فبالتالي مشاركة الأهلي في البطولات دي هيكون ليه عوائد مالية كبيرة جدا، وهتفرق بشكل كبير جدا مع قدرة النادي الأهلي على تطوير مستواه، وهتسمح لك من ناحية الإمكانيات المادية إنك تجيب كلاس تاني من اللعيبة. يعني فده طموح عند الجماهير، لكن في النهاية هل قدرة الفريق على أن يقضي موسم بالشكل ده مع في نفس الوقت احتفاظه بإمكانية أنه يحقق كل الألقاب؟ ما أنت طبعا بتشارك مش بس عشان تشارك، أو مش بتشارك عشان أداء مشرف، أنت الجمهور الأهلي عايز يشارك في البطولة دي عشان يكسب البطولة دي وياخد جائزة مركز الأول، سواء سوبر ليج أو سواء دوري أبطال أفريقيا أو سواء بطولة عربية. فبالتالي هل امكانيات، هل قائمه الفريق تسمح بهذا الكم الرهيب والضغط النفسي الرهيب اللي هيعيشه في المسابقات المختلفه محليه، كاس ودوري وبطوله عربيه وبطوله افريقيه وبطوله سوبر ليج؟ اعتقد سؤال صعب جدا جدا لاي حد ان يجاوب عليه. يعني الوحيد طبعا اللي هيكون صاحب القرار الاول والاخير بعد طبعا المناقشه والدخول في تفاصيل كثيره جدا مرتبطه بقدرة النادي على تلبية المطالب وعلى الدعم اللي ممكن يحتاجه، مستر مارسيل كولر هو صاحب الكلمة الأخيرة والرأي الأخير في قدرة الأهلي على المشاركة في البطولات دي. طيب خلينا نروح لمنتخب مصر. نتيجة يمكن يعني مش مبشرة أوي، وخصوصا أنه موزمبيق يمكن يكون مش من المنتخبات الثقيلة في بطولة أفريقيا للشباب، لكن يعني ماشي، يعني المهم ان احنا ما تعطلناش وما زالت فرصنا قائمه. كنت اتمنى طبعا ان احنا نحقق فوز النهارده يطمن جماهير الكره المصريه على مشوار المنتخب المصري. المنتخب بالمناسبه منتخب مصر للشباب يعني انهى اجراءات قيد احمد بيومي لاعب خط نص النادي الاهلي عشان يشارك في قائمه المنتخب بدلا من صلاح باشا اللي تاكد غيابه عن المنتخب بسبب الاصابه. من اخبارنا العالميه النهارده ساديو ماني، وطبعا يمكن اللي شاف واستمتع على الرغم والله ما كانتش ممتعه قوي يعني، لكن كان كلاش تقيل بين عملاقين في اوروبا، الكلام على بايرن ميونخ وعلى بي اس جي في بطوله دوري ابطال اوروبا في الاسبوع الاخير، واللي انتهت طبعا بفوز البايرن بنتيجه 1-0. المباراه دي
ومباريات تانية كتير يمكن غاب عنها ساديو ماني. بعد غياب أكتر من 3 شهور بيعود ساديو ماني للمشاركة مع بايرن ميونخ بعد إصابة تعرض ليها وأدت لغيابه لفترة طويلة جدا. وبدأ في الدخول طبعا في الحصة التدريبية الجماعية للفريق، وجت يوم واحد بعد ما خسر الفريق على ملعب بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني بنتيجة 3-2. قال طبعا ساديو ماني انه شعور رائع العوده مره ثانيه، وانه يتمنى الحقيقه انه يساهم مع زمايله في فريق بايرن ميونخ في التتويج وتحقيق الالقاب اللي جاي. عندنا ماتشين مهمين جدا في الشامبيونز ليج، اهمهم طبعا البايرن لا الليفر والريال. وبمناسبه الليفر بشوف انه يعني علامه جيده جدا استعاده ليفربول في الفتره الاخيره لمستواه، وخصوصا مع تألق صلاح. جيمي كاراجر طبعا نجم ليفربول السابق، مدافع ليفربول السابق، أشاد بشكل كبير جدا بالمستوى اللي ظهر به محمد صلاح في المباريات الأخيرة لفريق ليفربول، وخصوصا بعد الفوز على نيوكاسل بنتيجة 2-0 في الجولة 24 من البريمير ليج. ويمكن صلاح صنع الهدف ليفربول الثاني في مرمى نيوكاسل لجاكبو، وأحرز هدف المباراة الأول. والحقيقة يمكن مش بس فكرة الصناعة والتسجيل، يعني طبعا صلاح بيملك رقم مميز جدا على مستوى الصناعة والتسجيل السنة دي في صحيح مش هداف البطولة في وجود إيرلينج هالاند، لكن الحقيقة على مستوى الصناعة بالذات كمان تميز بشكل كبير جدا صلاح. وكاراجر الحقيقة أشاد أنه ملك صناعة الأهداف الموسم الحالي زي ما قال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس، وقال كمان انه تمريرة صلاح يعني كانت اكتر من رائعة، وهو على حد تعبيره يعني وصفها بانها اجمل بكتير جدا من فكرة تسجيل الهدف نفسه. وبالتالي صلاح هو ملك صناعة الاهداف زي ما بيقول طبعا كاراجر. صلاح حاليا في الموسم الحالي لعب 32 مباراة في كل المسابقات سواء كانت محلية أو أوروبية، سجل فيهم 17 هدف، كان آخرها في مرمى إيفرتون ديربي الميرسي سايد في الجولة 23، وصنع 7 أهداف في كل البطولات، منها 5 في الدوري الإنجليزي، 1 في كأس الاتحاد، و1 في دوري أبطال أوروبا. لكن الأهم بالنسبة لي هي فكرة إنه شكل ليفربول، سيبك من ترتيبه في الجدول وسيبك من قدرته على العودة للمنافسة لأنه بعيد جدا جدا وصعب. دوري السنة دي مولع، الدوري الإنجليزي السنة دي اللي بيتفرج على ماتشات البريمير ليج أرسنال حاجة رهيبة، يعني حتى رغم خسارته من السيتي، أنا شفت مباراة السيتي والأرسنال، لكن تخيل وأنا واحد من المعجبين جدا، مش معجبين، أنا من عشاق جوارديولا وبشوف إنه السيتي أفضل فريق بيلعب كرة على مستوى العالم، بيكسب ألقاب، بيحقق تشامبيونز ليج، دي قصة تانية، لكن كورة أنا بشوف السيتي هو أفضل فريق بيلعب كورة على مستوى العالم. فكون الأرسنال مع أرتيتا يظهر بالشكل ده قدام السيتي، ورغم إنه السيتي كسب المباراة دي بهدف جريليتش، لكن الحقيقة أرسنال كان محجم السيتي بشكل عنيف وفرض أسلوبه وفرض سيطرته، وأرتيتا الحقيقة قدم أوراق اعتماده الموسم ده، واحد بالتأكيد من المدربين القادمين بقوة. فعندك أرسنال، عندك اليونايتد استعاد جزء كبير مع تنهاج من قوته ومن شخصيته، عندك السيتي حاضر دايما طبعا للمنافسة. فقصة المنافسة على البريمير ليج صعبة جدا، لكن تبقى أمال وحظوظ الليفر في مواجهة الريال، وخصوصا أنه الريال بقى يعني المرة دي أنا مستني الريال بجد، المرة دي مفترض يعني تبقى مباراة ليفربول أو فرصة ليفربول لاقتناص بطاقة التأهل على حساب الريال، مباراة أعتقد هتكون أهم مباراة في الجولة دي من الشامبيونز ليج. طيب قصة الأهلي وأسوان، قصة الأهلي وسان داونز هتكون معانا بتفاصيلها مع نجم حلقتنا النهاردة كابتن أشرف ممدوح، هيشرفنا في الاستوديو بس بعد فاصل ونرجع لحضراتكم.
طبعا العودة من السودان على أسوان كان قرار موفق، نظرا طبعا لقرب المسافة ونظرا كمان لعدد الرحلات وساعات الطيران اللي خاضتها الفرقة يعني خلال شهر فبراير من القاهرة للمغرب، والمغرب رحلة ترحال ما بين تطوان وطنجة والرباط ثم طنجة ثم السفر للسودان لمواجهة الهلال. فكان القرار الأفضل أنك أنت تروح أسوان، معسكر يبدأ النهاردة لمدة 48 ساعة قبل مواجهة أسوان طبعا في الجولة 19 من الدوري يوم الثلاثاء اللي جاي. المباراة هتكون الساعة 3 العصر برضو زي ما لعبنا مباراة الهلال. عندي كلام كتير قوي على ماتش الهلال، على أخطائنا اللي احنا يعني تسببنا بسببها في ظهور الهلال بالشكل ده، وادينا له فوز كان يبدو غير مستحق حتى على أرضه بالشكل اللي ظهرنا بيه في الشوط الأول، ثم تراجع المستوى في الشوط الثاني. لوغاريتم مباراة الهلال لابد ان احنا نتجاوزه سريعا جدا قبل مواجهة أسوان المهمة، والأهم منها طبعا مباراة سان داونز اللي أصبحت مصيرية وفارقة في مشوار الأهلي في دوري الأبطال يوم السبت اللي جاي. هنتكلم في كل ده مع نجمنا النهاردة كابتن أشرف ممدوح، بيشرفنا في السادسة وبنسعد بيه دايما. كابتن أشرف مساء الخير. مساء الخير يا احمد، ودايما ببقى سعيد معاك انت عارف. منور الدنيا، كان نفسي اقول لك مبروك النهارده زي ما متعودين دايما، مفيش حلقه بتشرفنا فيها ما بقولكش مبروك على فوز او مكسب او لقب او بطوله حققها من النادي الاهلي، لكن وارد طبعا وسيناريو متكرر يعني يكاد يكون اصبح عاده، دايما الاهلي في دور المجموعات ما بيبقاش على مستوى طموح جماهيره، انت عارف جماهير النادي الاهلي عايز يشوف الاهلي دايما في افضل صوره. السيناريو ده اتكرر كتير قبل كده، اتكرر في معظم النسخ، في منهم نسخ بالمناسبه توجنا فيها باللقب. صحيح. وفنشنا دور المجموعات مركز تاني. صح، وكان من صعوبة كمان، وكان بصعوبة كمان لكن في النهاية لازم نقف قدام مباراة الهلال ونقول ليه، أو نشرح على الأقل للناس ليه الأهلي ظهر بالشكل ده، وخصوصا بعد عروض قوية جدا قدمها في بطولة كأس العالم، لدرجة إن خلت ناس تقول لا أفريقيا السنة دي في المتناول، الدوري والكأس دول أكيد طبعا أهلي. صحيح. شوف احنا تعودنا في القناه هنا وتعودنا في النادي الاهلي عموما يعني انك دايما بتقف لما يبقى عندك اخطاء، دايما بتقول الحقيقه للناس ودايما بتصارح الناس بشكل واقعي، علشان ده في صالح ومصلحه النادي الاهلي وفريقه دايما او فرقه دايما. انا تعودت معاك هنا دايما اقول الحقيقه واقول الاخطاء، لانه ده الصح، وده اللي بيخليك تقف وتبتدي من اول وجديد عشان تصحح الاخطاء اللي موجوده، ودي الميزه المهمه جدا والاهم اعتقد من وجهه نظري في قناه النادي الاهلي، انك بالبلدي كده يعني زي ما بالمصطلح اللي بيتقال للناس ما بتقعدش تطبل او تقول اي كلام يعني تعدي بيه الهزيمه او الانكسار. ده مفيش حد هتقوله مفيش مشكله وكل حاجه. صحيح. تمام. بعد احنا اتعودنا في القناه نقول الصح ونقول بواقعيه جدا جدا عشان تصحح الاخطاء اللي موجوده. يعني مباراة الهلال مباراة أنا شايف إن فرقتنا كانت بعيدة جدا جدا عن الواقعية وعن مستواهم وعن الجمعية وعن كل حاجة الحقيقة، يعني ما كانش في تركيز بشكل أو بآخر في المباراة دي. حتى الجهاز الفني شايف إنه كان في بعض الأخطاء سواء في التشكيل أو في التغييرات، ومش عايز اقول فوز مستحق للهلال نتيجه اداء نادي الهلال، ولكن انا شايف النتيجه طبيعيه لانه احنا كنا بعيد جدا جدا عن مستوانا. النادي الاهلي قدم مستويات مميزه جدا في بطوله كاس العالم للانديه، واعتقد ان الاجواء هناك كانت مميزه جدا جدا، ومش عايز اقول مبررات انه اختلاف الاجواء او التوقيت اللي لعب فيه النادي الاهلي في السودان كان مختلف عن التوقيت اللي بنلعب فيه هنا او في المغرب، مش عايز اقول مبررات انه ما خدناش راحه لان كان عندنا اسبوع اعتقد قبل مباراه الهلال. كان في روتيشن كمان يا احمد بشكل او باخر كبير من مستر ممكن كولر. نقف مع حته ما يفهمهاش او يحسها او يعرف يترجمها للناس يعني الجمهور غير لعيب كوره. كابتن اشرف اتفضل. هل من الممكن انه حاله التركيز الكبيره، يعني انا متاكد طبعا انه اي فريق رايح يلعب في بطوله هيواجه فيها ريال وفلامينجو وسياتل واوكلاند، بطوله اسمها كاس عالم. صحيح. الميديا كلها والعالم كله عينه عليها. بالتاكيد مستوى تركيزه وانعزاله عن كل ما هو محيط به واهتمامه بانه يشارك في البطوله ويقدم مستويات كويسه يفوق اي لحظات في الموسم كله. صحيح. هل من الممكن انه حاله التركيز دي ارهقت اللعيبه،
او استنزفت مخزونهم من ناحيه النفسيه والمعنويه وناحيه قدرتهم على التركيز، فظهر في تراجع شديد جدا. لانه يعني الفرقه اللي احنا شفناها دي مختلفه تماما عن الفرقه اللي شفناها بطوله كاس عام. فهل الفكره بس ممكن تبقى مرتبطه بالحاله المعنويه والتركيز، ولا ليها اسباب برضه؟ خليني اقول لك انه ما ينفعش نقول انه عكس ده، لانه في علم اسمه الاعداد النفسي للاعبين. ازاي بعد لعيبتي نفسيا، ازاي بجهزهم نفسيا ومعنويا لكل بطوله لكل مباراه، واحنا اتعودنا ده في النادي الاهلي. عشان كده بقول لك ان الاجواء هناك كانت مختلفه، صحيح في المغرب جدا جدا، ولكن كان عندنا اسبوع نقدر نستعيد ده. احمد انا معاك تماما ان الاجواء مختلفه، وان الاعداد النفسي لكل بطوله لا لكل مباراه بيختلف عن التانية، او ممكن يبقى برضو ممكن يبقى في ما خرجتش من ده. يعني تقصد ما خرجتش يعني من الاجواء؟ خليني اقول لك رغم انك انت برضو يعني احنا كجمهور ممكن نبقى الامور منطقيه بالنسبه لنا اللي حققناه في كاس العالم او ليها اسبابها يعني، لكن انت كلاعب كنت رايح واملك وتركيزك في انك تحقق حاجه افضل من اللي حققته قبل كده، وقدمت عروض صحيح بتقول ان تقدر تعمل ده، ورغم كده ما حققتش حتى ميداليه برونزيه. بالنسبه للعيبه ده شيء محبط بالنسبه للناس كتير جدا، وكان طموح كبير جدا عند جماهير النادي الاهلي انك تقدر بعد الاداء في المباراه الاولى والمباراه الثانيه والاداء الجيد جدا من اللاعبين والتركيز الشديد جدا، اللي عندك طموح انك ممكن على الاقل تاخد برونزيه برونزيه كاس عالم للانديه. لكن يمكن الاخفاق في ده شويه اثر على اللاعبين، رغم انه الجميع اشاد بالاداء والجميع اشاد باداء لاعبي النادي الاهلي في البطوله. الحقيقه انا مش شايف يعني انا الحقيقه من بعد المباراه انا اتفرجت على كل مباريات الدور ده في دور المجموعات يعني اتفرجت على القطن وسان داونز، اتفرجت على الهلال وسان داونز، اتفرجت على كل المجموعه. شايف الحقيقه ان ما عندناش مبرر يكون ادائنا بالشكل ده. ليه؟ خبرات لاعبي النادي الاهلي في البطولات دي، احنا من ست بطولات وصلنا للفاينل 5 مرات، حصلنا عليها مرتين، عندنا خبرات كبيره جدا. والجيل ده انا بتكلم عن الجيل ده، احنا كان على الجيل ده، فانت عندك خبرات كبيره جدا جدا في البطوله دي، وكان عندك الوقت وكان عندك حتى الاجهاد البدني والذهني الفترات اللي فاتت اللي كنا بنتكلم عنه، لا ما كانش موجود في المباراه دي. انا الحقيقه مش لاقي مبرر غير انه غياب الجماعية وغياب التركيز الكبير جدا جدا، استسهال المباراة بشكل أو بآخر، لأنه غياب التركيز في المباراة دي تحديدا أنا ركزت بشكل كبير جدا جدا في المباراة، ما كانش فيه تركيز من أي لاعب، يعني ما فيش، وده واحد من الأسئلة، مفيش دوافع يعني، تحس مفيش دوافع بيبقى من الوارد جدا للفوز يعني، وارد من الوارد جدا إنه يبقى فيه تراجع مستوى 2 3 4 لعيب، لكن انه يظهر تراجع جماعي بالشكل جماعي. ده يبقى حتى اللي بينزل كمان ما عندوش التركيز والدافع، لا في حاله غريبه حصلت في المباراه دي، ودي مش حاله لعبتنا. احنا لسه في البدايه، احنا الحمد لله انها جت في بدايه المشوار طبعا. لان يعني دي مباراه من 6 مباريات، واعتقد انها يعني جرس انذار كبير جدا جدا للعبتنا، وتعودنا ان النادي الاهلي الحمد لله من افضل فرق العالم اللي بيقدر يلم نفسه بسرعه جدا، يقدر يجمع لعيبته بشكل كبير جدا، غرفه الملابس دي كلها دور كبير جدا جدا في اعاده التركيز مره ثانيه. ولكن عايز اقول انه الحاله دي حاله استثنائيه، يعني مش احنا ما بنقولش ان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي واننا نخسر من الهلال لان الهلال كان افضل ولكن احنا بنقول ان حالتنا في المباراه دي هي اللي وصلتنا اننا بنخسر المباراه، وبنخسر كمان ادائنا وتركيزنا وجماعيتنا سرعتنا في الاداء. والله في حاجات كتيره جدا، روحنا طبعا روح الاهلي دايما بتصنع الفارق طبعا، مهما كانت كل الفوارق موجوده طبعا، بتقابل فرق افضل منك فنيا، افضل صحيح منك ناحيه الامكانيات، افضل منك كاسماء، لكن في وجود روح الاهلي، روح الفانيله الحمراء زي ما بيقولوا، لا الفوارق كتير بتدوب، بتختلف طبعا، المواضيع بتختلف. الروح دي ما كانتش حاضره معانا في مش عايز اقول مبررات تانية كتير بقى يعني، سواء سفر او جهاد زي ما قلت طيب، او توقيت او هي مش قصه يعني مبررات يعني، احنا مش بندور على مبررات أو انا شايف انه على فكره الجمهور يمكن متضايق على الشكل الاهلي ظهر بيه، لكن مش زعلان. خلي بالك احنا لو خرجنا خسرانين وادينا جمهورنا الاهلي ما بيزعلش بالشكل ده حقيقي، متفق معاك جدا. فهو اداء ونتيجه هم اللي عملوا، بس انت عارف دايما ايه يعني، دايما في سقف توقعات
لما بيبقى في جاب بينه وبين اللي حصل على ارض الواقع بيبقى في نوع من انواع مش هقول غضب بس احباط يعني، فاهم يعني؟ متفق معاك. والجمهور مش يعني مش شايف انه ده المستوى اللي كان مفترض يظهر، لكن هل زعلان؟ لا، احنا بالتاكيد طبعا انا واثق ان جمهور الاهلي هيدعم وهيظهر طبعا في ماتش اسوان وهيظهر في 10,000 واحد بقى، انا براهن على جمهور الاهلي في ماتش سان داونز ولو اللي جاي ان شاء الاستاد اتفتح الله للجمهور هيملى الجمهور طبعا طبعا. وهتكلم معاك على ماتش سان داونز، بس نقطة يمكن بس اسمح لي، أنا كنت في المقدمة بجهز كده يعني مجموعة نقاط بحب أتكلم فيها مع الناس، نقطة نسيت أتكلم فيها وعايز أسمع رأيك برضو فيها. والله برضو مش تبرير، الشناوي مش محتاج تبرير يعني، مش محتاج حد يدافع عنه، الشناوي جول كيبر عظيم وواحد من الحراس التاريخيين في الكرة المصرية مش بس النادي الأهلي. الكرة بتاعت الشناوي دي لو عدتها أو اتفرجت على الجول بتاع الهلال دخل في الشناوي، الكرة دي لو اتعادت في الشناوي 100 مرة في 100 ملعب في توقيت غير جاء استحاله تخش. قبل الكره دي على طول كان واضح بشكل كبير انه الشمس ضربه في عين الشناوي، والكره بتتثبت هتلاقي كادر كده الشناوي حاطط الايديه الاثنين كده عشان النور او يعني نور الشمس ضربه في عينيه مش مخلياه يشوف، بمجرد ما شال ايده عشان يبتدي يحضر نفسه للعب الكره والكره اتلعبت في الجول بشكل مباشر، انا متاكد انه مع الشمس اللي ضربه في وشه هو ما شافش الكوره، مش إساءة تعامل ومش بطء في رد الفعل زي ما ناس كتير جدا كتبت على الشناوي، لكن أنا متأكد إنها ما كانش عنده القدرة مع الشمس اللي ضاربة في عينه إنه مش عارف. أنا بتفق معاك طبعا لأنها بتفرق أنا كتير بالنسبة لي يعني، أنا شخصيا يعني أنا مهاجم ولما كانت بتبقى في عيني الشمس بشوفش كرة خالص كرة. يعني الموضوع بيبقى صعب أي بني آدم مش هيشوف ده طبيعي يعني خاصة إنك بتبقى مركز على الكرة فأشعة الشمس يعني بتبقى عارف استحالة يعني بتبقى صعبة جدا يعني. أنا بس بستغرب إنه ان في بعض المنتقدين، مش عايز اقول كل الناس لانه النقد ما بيبقاش سلبي بالشكل ده، المفترض ما يبقاش كده، لما بتحلل موقف او بتحلل اداء لاعب وطريقه ادائه في خلال موسم، الشناوي الفترات اللي فاتت يعني شايل بنسبه كبيره جدا جدا خط دفاعات النادي الاهلي في اوقات كتيره جدا جدا، ما ينفعش في مع خطا في مباراه اني يعني اقصوا عليه بالشكل ده وان اقول ان الشناوي ما ينفعش وان لازم يبقى فيه بديل ولازم يبقى فيه حارس تاني هو اللي يشيل الشناوي يقعد الكلام ده يا جماعه ما بيحصلش مع في الانديه الكبيره وما بيحصلش مع لاعبين كبار يعني. احنا بنتكلم على الشناوي قيمه كبيره جدا جدا في النادي الاهلي خارج الملعب قبل اللي داخل الملعب، لان الشناوي له دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي. خطا وارد كل حراس العالم بيخطئوا واخطاء ساذجه جدا واقل من دي بكتير جدا واكتر من دي بكتير جدا، فما ينفعش مع خطا وارد انه يحصل اني اقصه بالشكل ده على الشناوي. الشناوي قادر ان شاء الله انه يتحمل المسؤوليه الفتره اللي جايه وانه صحيح يشيل النادي الاهلي. لو ليا ان انا يعني اعتب على الشناوي اعتب عليه في لقطه الجهاز عصبية الطبي يعني مفترض انه وارد جدا على فكره في فرق في مدارس كتير بالذات كمان مدارس الشمال افريقيه بتبقى بتشتغل على فكره انك تخرجك بره تركيزك وانها تحاول تستفزك وانها تحاول تطلعك بره مود المباراه تماما عشان تاثر على مستواك، وما ينفعش كابتن الفريق يستدرك دي النقطة الوحيدة اللي كنت لسه هتكلم فيها انه ما ينفعش الشناوي يستدرك بالشكل ده لانه قائد فريق النادي الاهلي وبيحمل يعني معاني كتيرة جدا جدا تحت اسم النادي الاهلي فما ينفعش يستدرك بالشكل ده صحيح يعني وحتى لما يحصل محاولات زي كده اول واحد لازم يهدي اللعيبه ويبعدهم. انا يعني استغربت اني شفت محمد هاني مثلا هو لسه اصغر اعتقد اصغر لاعب في الملعب كان هو اللي بيهدي الناس ما بقاش هاني بقى صغير لا ما بكلمش انه صغير ناشئ لا يعني هو اصغر لاعب في الملعب سنا في كل الناس اللي كانت موجوده سنا هو محمد هاني وبالتالي يعني كان هو اللي بيهدي الناس فلا لازم الشناوي يعني ياخد باله من النقط دي لانها مهمه جدا خاصه الشناوي يعني حارس منتخب مصر كمان ودي تفرق كتير جدا يعني. حالة متكررة حالة متكررة بتحصل وبتبقى بالنسبة لي أنا شخصيا علامة استفهام كبيرة جدا في الدوري بتحصل في دوري أبطال أفريقيا بتحصل بتبدأ مباراة ممكن يبقى داي أوف ممكن تبقى مش زي سيناريو ماتش الهلال كده الأهلي مش موجود الأهلي مش هو الأهلي اللي احنا عارفينه أيا كان السبب يعني وبعدين بتستقبل بتتأخر تمام وبعد ما بيحصل يعني ان شباكك تستقبل هدف وتبقى متاخر في النتيجه بقى بيحصل حاله انتفاضه كده تحس ان الفريق وقف مره واحده وكانه حد صحاه قال له المباراه ابتدت فتلاقي الفريق بيلعب كوره وبتلاقي الفريق بيهاجم وتلاقي الفريق بيحاول وتلاقي الفريق عنده رغبه واصرار 180 درجه السؤال هنا ليه الحاله دي
يعني انا بسالك وانت بقى كنت في الملعب، ليه الحاله دي ما حصلتش من بدايه المباراه، او ليه الحاله دي ما حصلتش قبل ما انت بتتكلم على 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 مباراه الهلال، لان ده ما حصلش كتير قوي. يعني مباراه يعني الهلال ما حصلش ده حتى الشوط الثاني يعني لا في الاخر في الاخر حسيت ان الاهلي في اخر 5 دقائق 10 دقائق ضاغط بكل خطوطه، عنده رغبه في انه يسجل، بيحاول بيوصل حتى لو من بعيد. كان لينا على فكره كورتين في الاخر كان ممكن واحده منهم تخلص المباراه تعادل، لكن يعني اللمسه الاخيره ما كانتش احسن حاجه في الدنيا. لكن السؤال ليه الحاله دي بتيجي متاخر؟ الحاله دي بتحصل بعد ما ابتدي، بعد ما استقبل او بعد ما ابقى يعني بيبقى تركيز، بالتاكيد تركيز، مش هتقدر تبعدها اكتر من انه حاله تركيز بعض اللاعبين بتستدعى بعد فتره من بدايه المباراه. ودي للاسف يعني شيء سيء جدا جدا. لو تفتكروا في الدوري واحد من الماتشات اللي كانت غريبه جدا، سيناريوهاتها غريبه جدا بالنسبه لي، كونك متقدم وبتلعب مع فريق ناقص، فاذا بفيوتشر وبتلعب بقى خلاص على المباراه انتهت، واذا بفيوتشر بيتعادل معاك، فيحصل انه الاهلي يستفيق بعد الهدف ويحاول انه يعني الحاله دي بيحصل كتير جدا في النادي الاهلي. هو يعني احنا بنتكلم انه الاهلي بلس 90، ده معناه من الظلم ان انا اطلب انه اللعيبه تادي ال 90 دقيقه بنفس المستوى وبنفس الضغط. شوف مستحيل الضغط. هتلاقي والا انت بتتكلم في عقليه لاعب يعني اعتقد مش موجوده كتير في مصر هنا، انه يكون في حاله تركيز 90 دقيقة، ودي صعبة شوية في مصر، ولكن في حالة اللاعبين المصريين يعني، ولكن في بعض اللاعبين عندهم تركيز دائم خلال 90 دقيقة، قليلين شوية في مصر، ولكن حالة التركيز بالفعل في بعض اللاعبين بتستدعى عندها بدري شوية قبل المباراة وبيستمر في المباراة، في بعض اللاعبين بعد ما يدخل المباراة بربع نص ساعة بشوط كامل ما يقدرش يركز بالشكل الكبير إلا لما يعني ممكن يدخل مرمى هدف، ممكن مستواه يقل شويه، ممكن زملائه في الملعب او زمايله في الملعب المدرب يبتدي يوجه. في بعض اللاعبين كده، ودي حالات موجوده في كل اللاعبين في مصر وفي العالم يعني، ولكن في مصر اكتر شويه. يعني معلش اسمح لي، يعني انا عارف انه مثلا لما واحد يبقى عنده مشاكل تكتيك المدرب بيشتغل عليها، عنده مشاكل بدنيه او نواحي بدنيه محتاجه تتطور مدرب الاحمال بيشتغل عليها، يعني عنده ناحيه مهاريه ممكن حتى دي اطورها عنده، لكن دي تشتغل عليها زي يعني بشوف مثلا المعد النفسي. احنا في كل العالم دلوقتي، وانت اكيد عارف ده احمد، انه في معد نفسي او طبيب نفسي بيشتغل مع الفرقه بشكل دائم وبيركز على الحاجات دي بشكل كبير جدا جدا مع كل اللاعبين. اعتقد ان صلاح واحد من اهم اللاعبين في العالم دلوقتي اللي فرق معاه بشكل كبير جدا جدا المعد البدني والمعد النفسي. في حاله التركيز الدائم اللي موجوده داخل الملعب وخارج الملعب، ازاي بيبتدي المباراه بالتركيز الرائع ده، يعني لا بتفرق كتير جدا جدا. واعتقد ان اكتر اللاعبين في العالم محتاجين الاعداد النفسي ده او المعد النفسي ده يكون في فرقتهم هو في مصر، لان اللاعب المصري تحديدا وانا كنت واحد منهم ما بيركزش بالشكل الكبير. احمد ما عندناش العقليه، يمكن ده بسبب انك ما تربيتش عليها من البدايه من وانت صغير، ممكن يعني ليها طرق معينه واساليب معينه عشان تقدر تركز بالشكل الكامل وتقدر تبتدي مباراه وانت مركز 100%. اعتقد انك محتاج معد نفسي طبعا عشان يشتغل على ده مع اللاعبين في مصر يعني. طيب روح لماتش اسوان، شايف الماتش ده ازاي؟ لا قبل ما اروح ماتش اسوان عايز اسالك على ظهور احمد قندوسي لاول مره. شايفه كان ظهور يمكن اعتقد انه مهاراته واضحه جدا. مفاجاه بالنسبه لك انه راجل يديله في ماتش زي ده؟ مفاجاه بالنسبه لي، ما كنتش متوقع انه ياخد في المباراه دي تحديدا، ولكن مهاراته واضحه جدا، بيعدي بسهوله يعني كبيره جدا جدا، واعتقد انه هيكون له دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. افضل توظيف ليه من وجهه نظرك؟ شايفه الناحيه، يعني هو كان بيلعب ناحيه الشمال، انا اعتقد ناحيه اليمين هيفرق كتير جدا، لانه القندوسي من اللاعبين المهارين قوي، واللي يقدر يكون عنده يفتح مساحات لنفسه للتصويب او للمرور او للتمرير، ودي هتفرق كتير جدا جدا معنا. فاعتقد الناحيه اليمين هيكون ليه دور كبير جدا جدا فيها ان شاء الله. طيب الفتره تروح لماتش اسوان، صعوبته من وجهه نظرك فكره انك انت جاي من 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 يعني مش عارف، احنا شركه طيران الشهر ده من كميه رحلات غير طبيعيه ومن بطولات مختلفه ومن مستويات مختلفه، مره امريكا الجنوبيه، مره امريكا الشماليه، مره افريقيا، مره قارات الستة. فانت لفيت يعني، خدت راوند محترم. شايف ماتش اسوان صعوبته في ايه؟ ترجع للدوري مره ثانيه
شوف أسوان من الفرق اللي أدت بشكل مميز الفترات اللي فاتت، ومن أكتر الفرق أعتقد يعني يمكن بعد، هي بعد 5 أو 6 الفرق الأولانيين هي في الترتيب التاسع اللي أحرزوا أهداف، أحرزوا 18 هدف تقريبا. فعندهم قدرة هجومية مميزة جدا، بيلعبوا بشكل جماعي مميز قوي، ولكن من أكتر الفرق كمان اللي دخل مرماهم أو استقبل مرماهم أهداف، 22 هدف، ودي من أكتر الفرق اللي استقبلوا أهداف في فرق الدوري. وده معناه ان عندهم اخطاء دفاعيه كتيره وكبيره جدا. عندهم لاعبين مميزين طبعا، ايفونا وحمدي زكي، واحرزوا يمكن 5 6 اهداف كل واحد. فعندهم مجموعه من اللاعبين المميزين، عندهم مدير فني فاهم امكانياته وعارف امكانيات لاعبته كويس جدا، بيلعبوا بشكل جماعي مميز قوي قوي، وعندهم ثقه كبيره احمد، لانه يعني اعتقد انه فاز على زمالك وعلى سموحه وعلى فاركو وعلى المصري وانبي. كابتن ايمن عمل معاهم يعني في فاز على فرق طبعا فاز على فرق كبيره في الدوري، ودي ادتهم ثقه كبيره جدا. ما يميزهم هو اللعب اسوان اللي احنا لا تعودنا عليه. يعني عندهم واضح ان السنه دي في فلسفه مختلفه طبعا، ولازم نشيد بيهم الحقيقه، لان رغم قله الامكانيات الكبيره جدا جدا طبعًا، ولكن الحقيقه عاملين شغل كويس. مميز جدا وشغل جماعي، وده اللي يقلق شويه بس فريق اسوان، انه بيلعبوا بطريقه جماعيه، يعني منظمين دفاعيا وهجوميا في الملعب. بالتاكيد الاهلي هيواجه فريق محترم، يعني فرقه مش من الفرق السهله، اعتقد ان هيكون محتاج مجهود كبير جدا جدا من فريقنا ان شاء الله لاعاده التركيز مره تانية، وانك ازاي يبقى عندك سرعات اللي افتقدناها كتير جدا جدا في مباراه الهلال، انك يبقى عندك السرعات في نقل الهجمه، ويبقى عندك المباخته في الضغط على المنافس. الحاجات دي ممكن تفرق كتير جدا جدا في مباراه اسوان، لان عندهم اخطاء دفاعيه كتيره جدا رغم التميز الكبير والتنظيم اللي بقول لك عليه، ولكن عندهم اخطاء دفاعيه في التمركز والرقابه كبيره جدا جدا في خط دفاعاته. شايف الـ يعني احنا يمكن ما كناش على الطريقه والتشكيل في ماتش الهلال اللي كان برضو بالنسبه لكثير من الناس بالذات في الناحيه التركيبه الهجوميه كان غريب شويه. اسماء ما لعبتش جنب بعضها. شايف انه ايه الشكل الافضل لمواجهه اسوان؟ هل شايف انه في لعيبه محتاجه ترتاح، محتاجه تاخد وقتها الكافي عشان ترجع لمستواها مره ثانيه؟ وصلنا للمرحله دي ولا اللي حصل في مباراه الهلال ده مجرد كده؟ انا شايفها حاله يعني استثنائيه، حالة يعني استثنائية. ما افتكرش ان في حد من اللاعبين اقدر اقول انه مرهق بدنيا او ذهنيا الفتره دي. احنا لسه ما خلصناش الدور الاول في الدوري، صحيح مضغوطين في عدد المباريات اللي موجوده، ولكن عندنا الحمد لله سكواد هايل جدا، عندنا لاعبين اللي دعم بهم فريق النادي الاهلي الفتره اللي فاتت الحمد لله كلهم مستوى مميز، يعني لو اتكلمنا عن مروان او خالد عبد الفتاح او قندوسي او يعني كلهم لاعبين مميزين، حتى محمد اشرف اللي لسه يعني بياخد مكان علي معلول مميز، تقدر تقول ان في سكواد وروتيشن بيعمله المستر تغييرات كتير متوقعه في ماتش اسوان. ماتش اسوان متوقع تغييرات كتير، يعني على الاقل في الخط الهجومي اتمنى ان السوليه، مش عارف السوليه الحقيقه، لا يعني السوليه بره المباراه. السوليه وكريستو، مع منتخب تونس، برونو سافيو، اكرم طبعا، وكريم خلاص بقى السيزون ده بالنسبه لهم يعني. يعني فكرتني باكرم وحمدي فتحي والاداء ده، اللي بنطلبه دايما من لعبتنا، واللي الحقيقه ده هم دايما بيكونوا على قدر المسؤوليه فيه، ولكن اداء حمدي فتحي، اداء السوليه، اداء اكرم توفيق ان شاء الله يرجع بسلامه، هو ده اللي افتقدناه في مباراه الهلال، واللي كان ممكن جمهورنا ما يقلبش بالشكل ده او يكون غضبان بالشكل ده. يعني طبعا هيكون في تغييرات كتيره اعتقد في الخط الهجومي، يعني اعتقد محمد شريف ممكن يبتدي، من الواضح انه يمكن اكتر الخطوط فيها مشكله، في مش قسم مشكله لكن في يعني الامور واضحه بالنسبه لمستر كولر في خط الدفاع وخط النص في التبديل حتى على مستوى التبديل يعني في التبديل والتوفيق بدل زي ما انت عايز، في استقرار شويه، تركيبه يعني قادر تركيبه معينه تركيبة. لكن على الرغم من الوفره، يعني على الرغم من وفره كبيره جدا خلي بالك قدام، لكن الراجل غالبا لسه محتار، يعني كل مباراه ليها تركيبه، لدرجه انه انا بقول ان يعني في بدايه الحلقه انه تركيبه طاهر عبد القادر الشحات بيرسي تاو دي اول مره تظهر مع بعضها. صحيح عندنا مشكله كبيره جدا قدام، خاصه في
في فكر مستر كولر، يعني هو لسه ما وصلش للتركيبه اللي يقدر يخوض بها مباريات معينه، وهو مقتنع تماما ان ممكن التركيبه دي تؤدي الى اداء ونتيجه. طبعا مشكله اهدار الفرص يعني بقت مشكله كبيره، لان طول ما انت ما بتسجلش طبيعي انك بتستقبل، وخاصه انك يعني بتضيع اهداف سهله جدا في توقيتات ممكن تنهي المباراه. يعني خلي بالك انك ممكن في بدايه مباراه تسجل هدف واتنين من الفرص اللي بتيجي وخلاص قتلت المباراه. مش بس كمان ده بيعمل مشكله كبيره جدا، يعني صدقت ضغط وتوتر للجسم، وانت لعبت بشكل كبير جدا واعصابك اهدى طبعا. يعني طبعا ما متفق معاك جدا، وده عامل مشكله كبيره جدا لمستر كولر. واعتقد ان طلباته الدائمه انه يكون عندنا مهاجم بمواصفات معينه، يعني ان شاء الله يعني تتحقق ان شاء الله في بدايه الموسم اللي جاي مع الاسماء اللي موجوده، لان الاسماء اللي موجوده اكيد لان الاسماء اللي موجوده الحقيقه مش عايزين نقلل منهم، لان كل واحد ليه دوره وكل واحد ادى ما عليه الفترات اللي فاتت. صحيح في اهدار للفرص، ولكن يعني عملوا اداء ونتائج مع النادي الاهلي كتيره. بتكلم عن محمد شريف، بتكلم يمكن شادي لسه ما خدش الفرصه بشكل كبير، ولكن ان شاء الله يرجع بشكل كبير. كهربا ان شاء الله يرجع الفترات اللي جايه، يعني ان شاء الله في 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 انتفاضه. انا واثق من ده من النادي الاهلي الفتره اللي جايه، خاصه ان عندك ضغوط كبيره جدا، مباراه سان داونز ومباراه اسوان في اللي جايه. لا سان داونز دي قصه ثانيه، يعني هنتكلم عنها اكيد، هنتكلم عنها اكيد لان انا درست الفرقه بشكل كبير. اسوان يعني محتاجه بس تركيز، اعاده التركيز مره ثانيه. طريقه لعبنا عاديه، خلي بالك مستر كولر في معظم المباريات بيدرس المنافس بشكل كبير جدا، مش معظم المباريات، هو كل المباريات تقريبا بيدرس المنافس بشكل كبير، ودايما يعني بيبتدي المباراه. في ناس كتيره بتبقى، وانا واحد منهم، ببقى نفسي انه لا نهاجم من البدايه، نباغت الفرق من البدايه. هو دايما شويه بيأخر ده، او تحفظ بيتحفظ شويه، لانه يعني انا بشوف انه مستر كولر في كمدير فني في بطوله زي بطوله كاس العالم اسهل له كتير من بطوله زي بطوله دوري الابطال. ليه؟ انا متاكد انه الراجل يعني ولسه هو يمكن اتصدم ولسه هيصدم في الكره الافريقيه، بيكتسب يعني على خبرات. مستوى هم انا اعتقد مباراه الهلال دي بموسم كامل، يعني ب 20 30 مباراه طبعا، وريته ملعب جديد، وريته مستوى تحكيم جديد، خبرات يعني طبعا. فهو هو لسه في افريقيا عندوش كي جي 1 كي جي 2، يعني لعب ماتش اتحاد من السيلي وتونس الى حد ما، دوله يعني متقدمه كرويا، صحيح قريبه شويه من اوروبا، فمهاش جديد عليه، لكن هو في افريقيا لسه هيشوف نيرف المباريات الافريقيه مختلف تماما تماما. واعتقد انه بيكتسب خبرات كبيره، كل حاجه مختلف تماما، كل حاجه، الفرق والكره في افريقيا مختلفه، الروح الرياضيه في افريقيا مختلفه تماما، كل حاجه. ولازم الحقيقه انه يعني يكون في رد فعل طبعا من النادي الاهلي بعد ما يعني ما حدث في مباراه الهلال. واعتقد انه ان فرقتنا حست قد ايه بعد المباراه وبعد الخساره، انه كان لازم نتعامل مع المباراه دي بشكل مختلف، من التركيز ومن الاداء والروح والقتال. احنا بنحب الرد في الملعب يا كابتن، ان شاء الله طبيعي، ان شاء الله ان شاء الله هيكون في الملعب باذن الله، في الملعب ان شاء الله. يعني مستر كولر شويه بيتعامل مع كل مباراه على حده، وبيتعامل مع كل مباراه بطريقه معينه، نتيجه انه بيدرس المنافس بشكل كبير. عشان كده بقول لك اللي متوقعه من وجهه نظرك، او اللي تشوفها افضل للفرقه في الماتش بتاع اسوان. شوف انا شايف ان بالتاكيد يعني نفس الخط الدفاعي اللي موجود، اللي كان موجود في مباراه الهلال في خط الوسط، هاني وياسر ومنعم ومعلول اكيد، او متولي لو متريحش هاني وتبدا بخالد عبد الفتاح. خد بالك انا شايف ان هاني، بص خلي بالك في حساباتك ماتش سان داونز بورت. انا معاك، بس انت محتاج كمان انك تعيد الثقه شويه بفوز لجمهورك، مش تقليلا من هاني، بالعكس ده هاني ماشي بشكل جيد جدا، هاني ماشي كويس قوي رائع، يعني بقول اريح هاني يعني، وخصوصا انه خالد كمان يعني خالد فورمه كويسه وماشي بشكل جيد وارق. يعني بص انا ما عنديش مشكله في التبديل ده، خلي بالك انت لسه قايل كلمه مهمه جدا او اكسبريشن مميز جدا، ان التركيبه اللي استقر عليها او التوفيق والتبديل في خط الدفاع وخط الوسط
مميز هو تمام. خلاص مستقر عليه فما عندكش تمام. مشكله في ان حد اي حد منهم يطلع يبتدي اه ما عنديش مشكله بده الياسر متولي الاثنين بيأدوا بشكل مميز حتى ربيع كمان بصراحه يعني ماشي بشكل جيد طب خليني اقف مع التشكيل الافضل والطريقه الافضل من وجهه نظرك وهل تستوجب تعديلات وازاي تبص لها انك تحقق منها الاستفاده الاقصى وانت برضو بتحضر لمباراه سان داونز الصعبه لان الموضوع قريب جدا 3 ايام خلينا نروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا وضيفنا النهارده في سادسه كابتن اشرف ممدوح. وقفنا عند قصه ماتش اسوان والعناصر الافضل لخوض المواجهه دي من وجهه نظر كابتن اشرف ممدوح، الكلام ده كان قبل الفاصل. مره ثانيه ارحب بكابتن اشرف واقول لك شايف تشكيله الفرقه ازاي وخصوصا الجزئيه الخاصه بخط الهجوم. اهلا بيك يا احمد. يعني اعتقد ان بص التبديل والروتيشن الفترات اللي فاتت يعني اعتقد انه في كل الفرق يعني مستر كولر مش مثبت حد بشكل او باخر فترات طويله او مباريات عندي منعم معلول ديانج يعني الشحات منعم احيانا بيقعد لما يكون مصاب صحيح ولكن صحيح. بياخد فتره من من الراحه يعني ديانج احيانا بيلعب السوليه وحمدي فتحي احيانا يعني يمكن البديل الوحيد علي معلول الوحيد اعتقد اللي ملوش كان الله يعني ما بيحصلش مشفق على معلول التبديل دي طبعا بس محمد اشرف برضو نديله حقه يعني حتى الوقت اللي خد فيه لا ظهر بشكل كويس انا شايف انه يبتدي ياخد يعني عندك بطولات كتير وعندك بتشارك في مباريات كتير فيعني اعتقد رايح معلول في ماتش اسوان لا انا شايف انك تلعب بسكواد يعني كامل وقوي تنهي المباراه وبعدين تريح فرقتك انا أوكي. شايف ده يعني لانه انت محتاج فوز في التوقيت ده محتاج طبعًا. اعاده تركيز واعاده ثقه واعاده شحن معنويات للاعبتنا انت لازم ان شاء الله المباراه دي يعني ما فيش كره قدم كده ولكن اصرار على الفوز بشكل كبير فلازم تلعب بتشكيل اساسي ويقدر يخلص المباراه بشكل كبير من بدايتها يعني تمام. التغيير في وسط الملعب مش هنتكلم اكتر من ديانج وفتحي تمام. اعتقد القندوسي لازم يعني يكون له دور يبدا لانه التكتلات اللي هتبقى موجوده في مباراه اسوان محتاجه المهاره ومحتاجه ان حد يقدر يكون عنده حلول داخل الملعب، قندوسي عنده الحلول دي بيمر بسهوله جدا جدا بيمرر بشكل كبير واعتقد ما خدش وقت عشان يندمج يعني انا شفت الجزء اللي لعبه من المباراه ما كانش عنده مشكله في الجماعيه مع فريق النادي الاهلي، اندمج بشكل كبير وانسجم مع الفرقه بشكل سريع يعني فالقندوسي شايف احمد عبد القادر ناحيه الشمال محمد شريف يبقى موجود في الخط الامامي يعني اعتقد ان ده التشكيل الامثل في المباراه في طيب. القادمه ان شاء الله جزء كبير من اهميه المباراه دي يعني طبعا انا بشوف انه وما زلت باكد ان الموسم لسه برده ما بداش يعني شوف انت خلصت كاس العالم ولعبت كام مباراه صعبه وكسبت ابطال قارات لكن الموسم وصعوبة المباريات وتتابع وتوالي المباريات لسه ما بدأش انت داخل على سيزن في منتهى الصعوبة وبداية من ماتش سان داونز وصورا للقطن بره وسان داونز بره تاني وبعد كده لما نروح ان شاء الله لدور الثمانية والاربعة ان شاء الله هيبقى في مواجهات من العيار التقيل وماتشات ممكن تخلص من فرصة واحدة صحيح هنا بقى هقف معاك شوية وكنت بقول لك في الفاصل لفت نظري جدا الدور اللي بيلعبه كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي في الريال وفي البارسا طبعا مهاجمين من طراز رفيع انا مش انا اللي هتكلم على ليفاندوفسكي وبنزيما لكن انا بقيت اشوف تغير في كيفيه ادائهم لادوارهم راس الحربة العصري النهارده اللي بينزل في اوقات كتير جدا عند الدايره بينزل نص الملعب يخلق مساحات ورا يخدم على فريق ويستلم ويصنع ويسجل ويعدي 1 تو 1 يعني بيعمل كل حاجه في الكوره مين في سكواد الاهلي الاقرب لانه يقوم انا مش بقارن بس يعني عشان برضو مقارنه ما تبقاش مجحفه او ظالمه لكن مين في سكواد الاهلي يقدر يقدم او يلعب دور راس الحربه بالمواصفات دي شوف الدور اللي بيقوموا بيه وانا شايفه من وجهه نظري البسيطه يعني انه بيأدي الدور ده على اكمل وجه سواء ليفاندوفسكي او بنزيما لانه مش مستعجل انه يحرز اهداف ما عندوش هو طبعا راس حربه لازم يبقى عنده طمع وطماع جدا جدا وعايز يحرز اهداف ولكن هو مش مستعجل هو عارف انه كده كده هيسجل
ولكن انه يخدم فرقته او يخدم على فرقته بالشكل اللي اتكلمت بيه يا احمد ده، انه بينزل وبيساعد وبيفتح مساحات للناس اللي جايه من تحت، خاصه طرق اللعب اتغيرت، ما بقاش الاعتماد بنسبه 100% على المهاجم في احراز الاهداف. زمان كنا بنلعب باثنين مهاجمين، وبالتالي كان كل الاعتماد على الاثنين المهاجمين دول في الكرات العرضيه والاختراقات، وانه يقف بلوك قدام المدافعين، وانه يبقى محطه لكل الكرات اللي جايه من تحت. لا، الادوار اختلفت، انه بيفتح مساحات لكل العناصر اللي جايه من تحت، خاصه انه طرق اللعب الجديده بقى عندك الناس اللي بتيجي من تحت لازم يكون عندها سرعات كبيره، لازم يكون عندها سهوله في المرور، لازم يكون عندها حلول كبيره جدا جدا بتصنع الفارق. يعني لاعب يكون بيقدر يصنع الفارق لما بيخترق او يمر او يعدي من المنافس عشان يقدر يصنع هدف او يحرز هدف. فدور المهاجم الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة ما بقاش ملخص في إنه يحرز هدف، بدليل إنك بتشوف في بعض الأسماء أو في بعض الفرق اللاعبين اللي تحت المهاجم بيكونوا أحيانا بيحرزوا أهداف أكتر شوية من المهاجم الصريح يعني. الدور ده في النادي الأهلي يعني مش عارف، يعني ممكن شريف لو قدرت تطور منه شوية من أدائه. أنا كنت لسه بكلمك إن محمد شريف ما يقدرش يأدي دور الجناح لانه ما عندوش المهاره الكبيره في المرور، ما عندوش انه يقدر يرجع زي ما مستر كولر محتاج الجناح ده انه يرجع يكون دور دفاعي، ما عندوش الادوار دي. وبالتالي محمد شريف ممكن تطور من ادائه ده، خاصه انه محطه جيده، يعني بيلعب برجليه الاثنين كويس، بيعرف يخترق في العمق بشكل مميز جدا جدا، ودي من اهم مميزاته. وبالتالي لا، ممكن تطور من طريقه ادائه ده، يقدر يؤدي الدور ده. كهربا في بعض المباريات، رغم ان انا وانت متفقين ان كهربا يعني في حته المهاجم الصريح دي صعبه عليه، وهتبقى مش صعبه ولكن مش هتخليه يعني يطلع كل اللي عنده او خليه يؤدي كل ده، مش تقليل لا من كهربا ولا من شريف، يعني كنت بكلم مع اشرف، هما اتنين لعيبه هدافين، يعني رجليهم عارفه الطريق للمرمى، لكن المهاجم الافضل ليهم يعني ايه الافضل اللي تقدر تستفيد من امكانياتهم. لا، كهربا طبعا في ناحيه في الجناح، بنزيما استحاله يبقى جناح، مستحيل طبعا، ليفاندوفسكي مش ممكن يبقى جناح، صح ولا ايه؟ طبعا فهي بس ادوار وامكانيات، مش ممكن يلعب في اي حته غير انه يبقى راس حربه يعني. امكانيات انت بتوظفها لصالح فرقتك، وبالتالي لا، في امكانيات كثيره للاعبتنا تقدر تستغلها، ومحتاجين شغل عليها كبير الفتره اللي جايه عشان تقدر تستفيد منها. ليه بقول لك كده؟ لانه احنا داخلين على حسابات شويه معقده، والامور لن تحتمل، يعني لن تحتمل باذن الله، باذن الله طبعا في الدوري او في دوري الابطال. واتفق مع كلام كابتن اشرف ان كل مباراه في الدوري مهما كان اسم المنافس مهمه جدا، لانه احنا داخلين على مرحله مش عارفين هتبقى ظروفنا فيها عامله ازاي، فمهم جدا انك تحافظ على الفارق، ومهم جدا تكسب 3 بونت، تكسب ولا تلعب همشيها كده. مش مهم الفتره دي على الاقل، فتره الضغوط الكبيره جدا، تكسب ولا تلعب، ضغوطات يعني كبيره جدا. فبراير ده لوحده 6 7 مباريات، 8 ماتشات، 8 ماتشات بتاع، في 8 ماتشات منهم 6 مع ابطال، 6 سان داونز، انت لعبت 4 في كاس العالم مع ابطال قارات طبعا، ولعبت مع الهلال وهتلعب مع سان داونز، 6 ابطال، مش ماتشات صحيح عادية. صحيح، وفي ماتش الاسوان وماتش الداخليه، ف8 ماتشات، شوف كام رحله سفر، شوف كام مباراه صعبه. عشان كده بقول لك في ماتشات هتلعب على التفاصيل، ومنها من هنا بتيجي اهميه سان داونز، واللي يزود من اهميه سان داونز هو مكسب الهلال طبعا، اللي خد مركز ثاني منك، وعنده مباراه نسبيا اسهل، وعنده يعني مباراه القطن، يعني ممكن نقول انا في حلقه انت كنت فيها معايا كنت بتكلم، كنت بقول انه المنافسه في المجموعه دي هتبقى ثلاثيه، الاهلي والهلال وصن داونز. صحيح، والهلال السنه دي غير وقد كان واثبت انه غير، فبالتالي ماتش سان داونز انت محتاج تكسب، وسان داونز واحد من افضل الفرق اللي بتلعب كره في افريقيا. مباراه صعبه، يعني انا شايف ان مباراه كويس انك انت اتفرجت على الماتش، اتفرجت على مبارياتهم مع الهلال ومع القطن الكاميروني. المباراه الاخيره شوف عندهم ذكاء في طريقه اللعب مش طبيعي يا احمد، يعني هو زي ما انت قلت كده، تكسب ولا تلعب. يعني هو خد ال3 نقط، احرز 3 اهداف، خلاص موت الجيم باللعب كده، موت الجيم بالبلدي كده، خلاص يعني بيتعامل مع المباراه بحرفيه شديده جدا جدا، مدير فني فاهم وعارف بيعمل ايه، عنده قدرات وامكانيات للاعيبته مميزه جدا جدا. شوف، لابد انك تحترم
صن داونز. فريق محترم جدا جدا، تدعيماته مميزه جدا جدا، بيعتمدوا بشكل كبير في البيلد ان على حارس المرمى تشونز اعتقد اللي لسه متعاقدين معاه من 6-7 لاعبين جداد انضموا للفرقه. كورته كويسه جدا، بيبتدي الهجمات بشكل كبير، يعني 90 او 99% كمان من بدايه هو الهجمات هو استقبل الهلال من على ارضه وخرج للقطن بره، صح؟ القطن بره. حارس مرمى الصن داونز من اهم الاوراق اللي فيه، من اهم الاوراق، لانه بيعتمدوا عليه بشكل كبير جدا جدا في بناء الهجمات. حارس مميز، التصوات عنده تركيز كبير جدا جدا، ولكن عنده رغم كل اللي انا بقول لك عليه ده عنده ثقة كبيرة جدا جدا. يعني القطن الكاميروني كان ممكن يحرز هدفين او ثلاثة من نتيجة الاخطاء في بناء الهجمات. هو عنده ثقة كبيرة جدا، ودي بتدي احيانا اخطاء كتيرة في بناء الهجمات، ودي من اهم النقط اللي ان شاء الله لازم النادي الاهلي يركز عليها، واكيد مستر كولر هيدرس ده بشكل كبير. وسط الملعب عندهم سرعات كبيرة جدا، معدل الاعمار ما بين 22-23 سنة، ودي بتديهم يعني لياقة بدنية كبيرة جدا وقدرة جسمانية كبيرة جدا، سرعات رهيبة يعني في وسط الملعب وفي نقل الهجمات. كانوا بيعتمدوا أحيانا في بعض توقيتات المباراة على الهجمات المرتدة في سرعة غير طبيعية في نقل الهجمات. الفريق الأفريقي اللي يعني بحس أنه قريب جدا من الكرة الأوروبية جدا، ايقاع لعبه السرعات جماعية بتاعته غير طبيعيه كمان، جماعيه يعني مش طبيعيه يعني، وبسرعه مفيش الكره اللي هي بالتصوير البطيء دي، لا لا مفيش خالص، مفيش لعيب واقف في الملعب، مفيش لعيب بيستلم ويلف يعني دايما لا. دايما التمرير مع الحركه حركة ودي حركة. بتديهم سرعه جدا في نقل الهجمات وفي انهاء الهجمات. الباك رايت والباك ليفت عندهم سرعات كبيره جدا، وبيرتدوا بسرعه اكبر بكتير من الناحيه الهجوميه. فريق انا شايف انه من الفرق الخطيره جدا، واللي اعتقد انها ممكن ان شاء الله تنافس باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي على البطوله الموسم ده. النادي الاهلي ان شاء الله قادر انه يتخطاها باذن الله، ولكن محتاجه دراسه كبيره جدا جدا لفريق صن داونز. هو بالتاكيد جاي ياخد 3 بونت، يعني هو بالنسبه له 3 بونت يأملوا له خلاص يأمنوا بشكل كبير تذكره من التذكرتين. وخلي بالك مبارياتنا مع صن داونز دايما هم عندهم عجرفه شويه في كره القدم، يعني عندهم ثقه كبيره جدا في انه ممكن يكسب اي حد او يفوز على اي حد، ودي احيانا بتبقى سلاح ذو حدين. فانت ممكن تلعب على ده ان شاء الله باذن الله تعالى في مباراه السبت ان شاء الله امام صن داونز. عندهم نقط ضعف زي اللي قلت لك عليها دي، الثقه الكبيره جدا عند حارس المرمى في عمليه البيلد ان من تحت. شويه الـ رغم انه بيبتدي الهجمات من تحت وفي سرعات كبيره جدا، ولكن السرعه في نقل الهجمات والاختراقات من العمق عندهم ممكن تعمل لهم ازمه كبيره، خاصه انه كل اللاعبين تقريبا ما فيش حد عندهم بيبقى فيه ثبات في المكان بنسبه كبيره، يعني خط الدفاع احيانا في واحد منهم دايما بيزيد مع خط الوسط، ودي شويه هتدي بعض المساحات عندنا في المباراه. الباك رايت والباك ليفت طريقتهم هجوميه جدا جدا احمد في يعني طريقه لعب المدرب اساسا بيعتمد على الاطراف بشكل كبير، وبالتالي هيكون عندك مساحات في خط ظهرهم. في بعض الاخطاء عندهم او بعض نقاط الضعف اللي ممكن ان شاء الله نستغلها بشكل كبير، رغم انهم فريق جيد جدا جدا، واتمنى ان شاء الله دراسه الفريق ده بشكل كويس اكيد طبعا ان شاء الله نتخطاهم يعني. هيشتغل عليه واحنا كمان هنشتغل عليه وهيكون معانا حلقه، بس طبعا احنا مركزين في ماتش اسوان. طبعا اتغيرت الخريطه يعني في افريقيا، تابعت ماتشات السنه دي، انا شفت ماتشات الحقيقه، شفت قوى جديده يعني بتظهر الحقيقه، فرق ظهرت بمستوى كويس جدا في البطوله. مين لفت نظرك في بطوله دوري الابطال مستوى يعني مش بس المجموعه بتاعتنا يعني؟ يعني ما تابعتش بشكل كبير كل الفرق، تابعت مجموعه النادي الاهلي يعني، ولكن يعني اعتقد الترجي بعيد شويه، الترجي شايفه مش من الفرق مش مستوى الترجي الفترات اللي فاتت او السنين اللي فاتت. بلوزداد ايه؟ بلوزداد فرقه محترمه جدا جدا، اتفرجت على اجزاء من المباراه، فرقة محترمة جدا جدا، وعندهم اعتقد ان هم جددوا الفرقة لان عندهم مجموعة جديدة من اللاعبين فرقت في طريقة اللعب جدا جدا.
صن داونز مميزين جدا الموسم ده. المنافسه مين بينافس الاهلي على اللقب السنه؟ انا شايف صن داونز، شايف الترجي برضو رغم انه بعيد، ولكن ما تقدرش تحكم زي ما نقدرش نحكم على النادي الاهلي دلوقتي في دور المجموعات. ولكن في اسماء في دوري ابطال افريقيا بتقول دايما انها بتقدر تسترجع قوتها مره تانية وتقدر تستعيد خبرتها وذاكره الانتصارات مره تانية. فالترجي طبعا من ضمن الفرق اللي ممكن تنافس الموسم ده على دوري الابطال. نظرتك للموسم ده اشرف فيما يتعلق بمشاركات الاهلي والبطولات الاهلي كنت عددها كده احمد لو سمحت كتير عشان كتير حدث ولا حرج عددهم يعني خلصنا كاس عالم بنشارك طبعا في دوري وكاس. أيوة. كاس قديم ولسه في كاس تمام. جديد تمام. بنشارك في دوري ابطال افريقيا وباذن الله مكملين المشوار ان شاء الله باذن الله رايحين لسوبر ليج تمام. والجديد انه في كلام طبعا على البطوله العربيه، يعني بتكلم في ست بطولات في الموسم. بتكلم في ست بطولات في الموسم. قلت الموسم الاصعب في تاريخ الاهلي طبعاً. كله من 1907 طبعا يعني ست بطولات، والمفترض انك تلعب على الفوز بكل بطوله. مفترض ان جمهور النادي الاهلي عايز النادي الاهلي، جمهور الاهلي هيزعل لو الاهلي خسر بطوله منه. يعني لو جبت خمسه، لو جبت خمسه وخسرت الكاس مثلا مشكله، الناس زعلانه ازاي الاهلي فرط في الكاس. فهو طبعا في ترتيب، في اولويات. يعني انا شايف انه صعب جدا جدا على اي فريق في العالم مش بس النادي الاهلي انه يحتفظ بست بطولات. هو طبعا وارد انه يحصل ونتمنى ان شاء الله بايرن عملها يعني مره كل فين يعني ما بتحصلش ما بتتكررش كتير صحيح. يعني لانه انت بتواجه بطولات مختلفه ونوعيات مختلفه. يعني انت بتتكلم في كاس العالم الانديه بطوله مختلفه تماما مستويات مختلفه. البطوله العربيه على فكره الناس كتير بتتكلم عليها النهارده، بطولة كبيرة انا اقول لكم واحده من يعني اقوى البطوله العربيه هتبقى في مستوى اقوى، هتبقى اقوى من السوبر ليج ده اكيد، وهتبقى في مستوى منافسه كاس عالم انديه. عايز اقول لك انها يعني الثلاث بطولات دول دوري ابطال افريقيا السوبر ليج بطوله عربيه انا شايفهم ثلاث بطولات كبار جدا نار. جدا جدا مستويات مختلفه وعاليه جدا جدا في كره القدم. عايزين وبالتالي يعني سوبر دوبر لعيبه عشان تاخد الثلاث القاب دول. محتاج ده جدا، محتاج دعم جمهور النادي الاهلي لعيبته لانه وان كان برضو خلينا نتفق انه اعتقد يعني لو زمايلي فريق السادسه ياكدوا لي انه البطوله العربيه وبطوله السوبر ليج هتبقى بعد موسم يعني بعد فتره انتقالات صيفيه، وبالتالي ممكن الاهلي يبقى عنده فرصه انه تدعيم يدعم سكواده بشكل كويس. انا اعتقد انها هتبقى بعد هتبقى بعد وهيبقى كمان عندك يعني برضو دي لازم تتاخد في الاعتبار. انا كجمهور باصص لها بصراحه واكيد الاداره باصه لها انه فكره الجوائز بتاعه السوبر ليج والجوائز بتاعه البطوله العربيه هتديك دفعه ماديه كبيره جدا انك انت تبص لفكره سوق الانتقالات بشكل مختلف. لازم تبص لده استثمار رياضي. النادي الاهلي من افضل الفرق في افريقيا اللي بتستثمر رياضيا وياخدك لكاس عالم طبيعي. في السعوديه في نفس السنه دي برضه فالمفروض انها كاس العالم السنه دي السعوديه ديسمبر اعتقد ديسمبر فبالتالي يعني تقدر تستفيد بدول في انك انت تروح كاس عالم بطموح صحيح كبير. يعني مش عايز بس برضه هل ده يعني ده احنا بنحلم بده. احنا كجمهور بنحلم بده، لكن هل ده ممكن؟ شوف في كره القدم مفيش حاجه بعيده، ولكن البطوله العربيه في 8 في صعوبه. استاذ محمد ابو علي هو بياكد لي البطوله العربيه في 8 والسوبر ليج هيبقى في 10 و11 تمام. مفيش تعارض يعني مبدئيا مفيش تعارض، بس هيبقى واحد تلاحم مواسم لانك انت هتخلص هنا مش هتقدر في نص سبعة، هتروح بطوله عربيه في 8، هتبتدي دوري في 9، هتخش في سوبر ليج في 10 و11، في كاس عالم في 12. انت محتاج يعني تدعيمات، محتاج قايمه 60 لاعب، سكواد غير طبيعي، محتاج قايمه 60 لاعب، محتاج تجهز كمان ولا الافضل ليك انك تركز عشان الناس ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، ان طبيعي ان يبقى عندك اولويات. يعني اعتقد ان هيكون في جلسه كبيره ومهمه جدا بين مجلس اداره وبين الجهاز الفني. مستر مارسيل كولر هو اللي يحدد ده؟ لا اعتقد ان يكون عامل مشترك ما بين مجلس الاداره اكيد طبعا مجلس الاداره هيناقش كولر، بس لأنه في النهايه بعد المناقشه القرار هيكون القرار النهائي طبعا بيكون للجهاز الفني وحسب قدراته وامكانيات لعيبته واكيد هيبقى له طلبات إيه؟ عشان طبعاً يعني اذا كانت الاداره لها رغبه في انها تشارك في البطولات دي كلها، وبالتاكيد طبعا التتويج بالقابها هيكون هو كمان عشان يقدر ينفذ ده ليه متطلباته اللي على اساس هيقدر يحدد. انت بتشارك في كل البطولات على انك يعني انت عايز ايه؟ تنافس. انت عايز ايه؟ انا من وجهه نظري بطوله افريقيا مهمه جدا جدا، دوري ابطال طبعا، بطوله عربيه مهمه جدا واتمنى ان احنا نشارك فيها لانها قويه ومستويات مختلفه
وكمان العائد المادي منها كبير جدا طبعًا. جدا خصوصا الاهلي هيخش على مرحله المجموعات على طول طبعا السوبر ليج كمان مهم جدا جدا وكاس العالم مهم جدا جدا يعني بص ما تبصش لكاس عالم لان انت لو خدت بطوله افريقيا خلاص انت موضوع منتهي يعني فانت مش محتاج تبص لده يعني البطولات المحليه انا شايف انه يعني لو ركزنا في البطولات القاريه الكبيره دي العائد منها كبير جدا مش العائد المادي بس عائد انك الاستفاده من المستويات دي فنيا بيفرق كتير جدا وهيفرق صحيح. كتير جدا من مع لاعبتنا يعني صحيح. فاتمنى ان شاء الله انه يعني يكون في ترتيب للاولويات وان شاء الله النادي الاهلي باذن الله قادر ان شاء الله على المنافسه باذن الله الاهلي عودنا دايما يرجع اقوى دايما من الاول ومعلش وارد جدا وبتحصل وحصل كتير وقمنا بعدها انتفضنا واثبتنا للجميع ان احنا اسياد القاره طبعًا. الافريقيه باذن الله ان شاء الله كل يعني انا متاكد ان شاء الله من قدرتنا على تجاوز اسوان ويبقى الاختبار الحقيقي الحقيقه واللي اتمنى ان احنا ننجح فيه هو مباراه سان داونز ورهاني كبير جدا من النهارده بقولها على الجمهور اللي هيحضر في ملعب المباراه كل التوفيق لرجالتنا بدايه من اسوان وصولا لسان داونز بشكر نجمنا وضيفنا النهارده كابتن اشرف بنسعد ونستمتع بيك كالعاده اشكرك جدا جدا يا احمد كل الدعم للنادي الاهلي وانا واثق وبضم صوتي لصوتك طبعا ان جمهور النادي الاهلي هيفضل يدعم النادي الاهلي طول الوقت ان شاء الله شكرا ليك شكرا ليكم على المتابعه بكره نتقابل حلقه جديده السادسه تحياتي ليكم